طيب أستاذ محمد، فما هي الرسالة التي تود توجيهها للشعب السوداني؟ أود أن أقول لهم أولا، رفع الله ما بكم من بلاء من أرض السودان، واعلموا بأننا لازلنا نذكركم بهذه الأخوة، وتعلمون جميعا أن هناك مفاوضات حول تبادل للمنافع، وكذلك هناك أخوة جغرافية وتاريخية، فلا يمكن أن تقبل الدولة الإثيوبية بأي ضرر تجاه السودان أو أن تسبب مشاريعها ضررا للسودان الشقيق. فنحن والسودان في قارب واحد، مستمرون بإذن الله نحو التنمية، ولن نشكل عليهم ضررا ولن يشكلون علينا ضررا. شكرا أستاذ محمد. شكرا لكم على الاستضافة.